السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي أنا أتعلم إنجليش مع مس هيم رضوان. النهاردة إن شاء الله راح ناخد منهج كونكت 4 يونت 1 ليسونز 5 and 6. هناخد الوحدة الأولى من منهج الصف الرابع الابتدائي، الدرس الخامس والسادس. أوكي يا ولاد، طبعا اليونت 1 اللي هي التايتل بتاعها I feel good. I feel good يعني أشعر أنني بخير. أوكي، هنا ليسونز 5 and 6 food from Damietta Governorate. Food from Damietta Governorate يعني الطعام أو الأكل اللي بيجي من محافظة دمياط. أوكي، the land in Damietta. The land in Damietta Governorate is rich in nutrients. طبعا هنا هتكلم على محافظات مصر المليئة بالخير. هنتكلم على مثال من الأمثلة دي اللي هي محافظة دمياط. اوكي، is rich in nutrients يعني مليئة بالعناصر أو المواد الغذائية. The farmers can grow rice. الفلاحين بيعملوا ايه هنا؟ can grow rice يعني يستطيعوا انهم يزرعوا الأرز. Tomatoes, potatoes, wheat, lemons, crabs and guavas. يعني ايه المحاصيل اللي بيزرعها الفلاحين في دمياط يا ولاد؟ الأرز، tomatoes الطماطم، potatoes اللي هو البطاطس، والقمح طبعا عارفين القمح من المحاصيل المهمة جدا. ليمونز، كرابس اند جوافز، الليمون، العنب والجوافة. يبقى احنا تعرفنا على المحاصيل الزراعية في محافظة دمياط. طب في حاجة تانية في محافظة دمياط بنجيب الأكل منها؟ يس، فيشرمان اللي هم مين؟ الصيادين. catch thousands of fish in the sea. طبعا بيقوموا بالصيد وبيصطادوا آلاف الأسماك من إيه؟ من البحر. cows, goats and sheep live in دمياط. طبعا في محافظة دمياط تشتهر برضو باللي هو موجود فيها الأغنام، الأبقار، الماعز. طبعا دي ثروة بسميها إيه يا ولاد؟ ثروة حيوانية. طبعا أخدتوها حدقتوها أنتوا في الجغرافيا، في الجغرافيا أو في مادة الجغرافيا الدراسات الاجتماعية، إن في حاجة اسمها ثروة نباتية وثروة حيوانية. الثروة النباتية طبعا زي اللي هي الأرض الزراعية، المنتجات الزراعية. أوكي، الثروة الحيوانية اللي خاصة بالأغنام، الماشية، الأبقار، الماعز. governorate to دمياطي تشيز. دمياطي تشيز، يبقى احنا قلنا أول حاجة دمياط بتشهر إن فيها أراضي زراعية ومحاصيل زراعية، تشهر بعملية الصيد إن فيها الآلاف الأسماك اللي بتصطاد من البحيرة، فيها ثروة حيوانية. cows, goats, sheep live in Damietta Governorate too. دمياطي تشيز، دمياطي تشيز يعني ايه يا ولاد؟ اللي هو الجبنة الدمياطي. دمياطي تشيز الجبنة الدمياطي. is very famous. famous يعني مشهورة جدا. about يبقى احنا اخدنا هنا اللي هو محافظة دمياط تشهر بأنها فيها أراضي زراعية، فيها ثروة سمكية، فيها ثروة حيوانية اللي هي cows, goats, sheep، وهي تاني ولاد بتشهر بصناعة اللي هو الجبنة الدمياطي. طب في حاجة تاني، معلومة تانية عن محافظة دمياط؟ yes، about one and half million people live in this part of Egypt. محافظة دمياط بيعيش فيها 1.5 مليون، يبقى بيعيش فيها كام؟ 1.5 مليون شخص في محافظة دمياط فقط. life is very good in دمياط. الحياة طبعا في محافظة دمياط very good. very good is good in دمياط. اوكي، يبقى احنا تعرفنا على محافظة دمياط، الانشطة الزراعية، الانشطة اللي هو السمكية، اهم الثروة الحيوانية الموجودة فيها. اوكي، هنا طبعا research يعني بحث، هتعمل بحث عن المنيا، محافظة المنيا. what I know، ايه الحاجات اللي انا اعرفها؟ farmers طبعا كيل هو no، farmers in Minya grow sugar cane اللي هو بيزرعوا محصول قصب السكر. طبعا مشهورة المنيا انها تزرع محصول قصب السكر. اوكي، what I want to know يعني ماذا اريد ان اعرف؟ ايه المعلومات اللي لازم اعرفها عن محافظة المنيا؟ other crops يعني المحاصيل الاخرى اللي بيزرعوا. احنا عرفنا ان المنيا بتزرع sugar cane اللي هو قصب السكر. ايه المحاصيل التانية؟ what I learned يعني ايه اللي اتعلمته انا؟ the population يعني عدد السكان كام؟ احنا قلنا في
محافظة دمياط 1.5 اللي هو 1.5 مليون people. Ask and answers. طبعا هنا جايب لك مجموعة من الأسئلة والإجابات عليها هتدينا معلومات مفيدة عن محافظة المنيا. أوكي؟ Where is Minya? Where is Minya? Where is Minya? أين تقع المنيا؟ خلي بالكم يا ولاد، ممكن أشيل كلمة المنيا دي وأحط أي محافظة ثانية. Where is Cairo? Where is Alexandria? Where is منصورة? Where is شرقية؟ أوكي؟ يبقى هنا Where is معناها أين تقع أو أين تكون. It's in Upper Egypt. It's in Upper Egypt يعني تقع في صعيد مصر. It's in Upper Egypt تقع في صعيد مصر. What do farmers produce in Minya? What do farmers produce in Minya? طب ايه الفلاحين بينتجوا في المنيا؟ ايه المحاصيل الزراعيه اللي بينتجوها او ايه اللي بيزرعوه؟ They produce cotton and bananas. They produce cotton and banana. يعني بيزرعوا ايه؟ القطن والموز. يبقى المحاصيل المشهوره بيها محافظه المنيا شجره كاين، cotton and banana. What food comes from Minya? What food comes from Minya؟ يعني ايه الطعام اللي بياتي من محافظه المنيا؟ wheat and corn. wheat and corn يعني القمح والذرة. طبعا احنا عارفين القمح والذرة دي من المحاصيل اللي هي هامة جدا. who lives there؟ who lives there يعني من يعيش هناك؟ احنا قلنا في محافظة اللي هو دمياط بيعيش 1.5 مليون. 1.5 مليون يعني 1.5 مليون. طب محافظة المنيا about 5.8 مليون، في حوالي 5.8 مليون مصري. 5,800,000 مصري. 5,800,000 مصري اللي هي 5.8 مليون مصري، يعني نسبة كبيرة من عدد السكان. اوكي، هنا طبعا احنا هناخد your turn. choose another governor, read, search and write. اختار محافظة تانية واكتب عنها معلومات. what I know، ايه الحاجات اللي انت بتعرفها. What I want to know، ايه الحاجات اللي انا عايز اعرفها. What I learned، يعني ايه الحاجات اللي انا تعلمتها من الدرس ده. اوكي، طبعا كل واحد هيكتب عن محافظة مختلفة. What I know that for example Red Sea is famous for fish، ان محافظة البحر الاحمر مشهورة ب اللي هو fishing، عملية الصيد. What I want to know what other activities، ايه الانشطة الاخرى المشهورة بيها. What I learned that a lot of people work in tourism and they help tourists in many sides of their lives. Okay. Activities. Listen and complete. Dimyati. Dimita. Or. Dimyata is famous for Dimyati cheese. Dimyati cheese. There are goat, cows and sheep. The space grow tomatoes. من هما grow اللي بيزرع farmers. Number four. احنا بنسأل على الأشخاص، يبقى who lives there. Who بمعنى من الذي يعيش هنا. Who lives there. Okay. Number two. Choose the correct word. Choose the correct word يعني اختر الإجابة الصحيحة. Where Dimyata. طبعا ده هنكتبه في اللي هو الواجب اخر الحصة ان شاء الله او اخر الدرس ان شاء الله، هنكمل الواجب بتاع الحصة اللي فاتت. Dimyata or Dimyata is famous Dimyati cheese. Dimyata is famous Dimyati cheese is in at for famous in famous at famous for. طبعا ايه الاختيار عايز اقول مشهورة ب. The farmers tomatoes and potatoes. طماطم والبطاطس.
grow play read. ايه الفعل بيجي مع عملية اللي هو الزراعة؟ goats cows and sheep are. طبعا goats cows and sheep are بيكونوا ايه؟ colors animals sports. طبعا ايه بيكون نوعهم دولة؟ هنختار الاجابة الصحيحة. اوكي unscramble the following words to make the correct sentence. يعني رتب الكلمات الاتية عشان تحصل على جملة صحيحة. احنا طبعا بيديك الكلمة المفتاح او الكيورد هي منيا is in upper Egypt. منيا is in upper Egypt. يعني المنيا موجودة في صعيد مصر. Number two. In grow farmers منيا sugar cane. Okay. Farmers. طبعا هنا subject بعد كده بجيب الverb. Grow. Grow. Sugar. cane sugar cane قصب السكر in منيا. Or for example here, farmers grow sugar cane in منيا. Number three, what طبعا هنا عندنا farmers what do produce منيا in what What do farmers produce in Minya? And question mark. What do farmers produce in Minya? What do farmers يعني ماذا ينتج الفلاحين في المنيا؟ Okay. Number four. Read the passage and answer the question. طبعا خلي بالكم معايا ان نقرا الباسج مع بعض وانتوا هتحلوه في البيت. اوكي the land in Damietta governorate. The land in Damietta governorate is rich in nutrients. يعني محافظة دمياط مشهورة بايه؟ النيوترانتس المواد الغذائية. The farmers can grow rice, tomatoes, potatoes, wheat. الفلاحين can grow يعني يستطيعوا ان يزرعوا rice, tomatoes, potatoes, wheat, lemons, grapes, grapes and jawafas. طبعا دي المحاصيل اللي بيزرعها الفلاحين في دمياط. Fishermen can catch thousand fish in the sea. والصيادين بيصطادوا آلاف الأسماك. Cows, goats and sheep live in Damietta Governorate. 2. Damietta cheese is very famous. طبعا مشهورة الجبنة الدمياطي. About 1.5 million people live in this part of Egypt. حوالي 1.5 مليون بيعيش في الجزء ده. Life in is good in Damietta. Okay. طبعا هنا هتحل الأسئلة. Choose the correct answer. The land in Damietta is rich in cheese, nutrients, rain. Number two, fishermen, teachers, doctors, catch thousands of fish in the sea. Okay. طبعا هنا fishermen, not man. Fishermen. Fisher عشان هنا catch. Okay. في الverb في present simple فلازم تبقى ايه plural اللي هو جمع. Fishermen يا ولاد. Fishermen مش fisherman. هنا لأنه جايبهم كلهم جام teachers دكتور لأن لو كانت fisherman هتبقى catches. أوكي fisherman موجود عندكم في القطعة هتلاقوها fisherman catch thousands of fish in the sea. أوكي number letter B answer the following questions. What do farmers produce in Damietta?
Number two, number four, how many people live in Demyata? Okay, نركز على الجزئية دي يا ولاد، نراجع عليها. في number two, fishermen. Okay, number five, look and write a sentence under each picture. Okay, طبعا جايب هنا يا ولاد picture صورة وجايب كلمتين، هو عايز يكون جملة صحيحة. Okay, هنقول ايه؟ Demyata, very good. Is famous. Is famous for. Is famous for Demyata cheese. Picture number two, عندنا farmers tomatoes. طبعا دي بسيطة خالص. We farmers can grow tomatoes. Punctuate the following. طبعا البنكتويشن هنا عندنا what is Demyata famous for. What is Demyata famous for? Okay. طبعا البنكتويشن بسيط خالص. هنا عندنا ال W capital. ال D Demyata لأن اسم أشخاص، اسم بلد أو محافظة. And question mark. The question mark at the end of the sentence. Okay. Or questions. وكده يا ولاد نكون خلصنا يونت 1. تابعوا معانا الدرس الجاي، هناخد المراجعه النهائيه على الوحده الاولى ونكمل باقي المنهج. يا ريت لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، واي شيء محتاجينه اكتبوه على صفحه الفيسبوك، على صفحه القناه على الفيسبوك. يا نتعلم انجلش مس هيم رضوان. ثانك يو اند جود باي.